السادة الحضور الكريم، لا يسعني إلا أن أتقدم بمناسبة هذا الشهر المبارك بأسماء آيات التهاني والتمنيات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأسأل الله تعالى أن يمتعه بالصحة وبطول العمر وبالمزيد من التقدم والازدهار للمملكة المغربية الشقيقة. بمكرمة من مؤسسة زايد السلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أتشرف بإعطاء انطلاقة حملة إفطار الصائم بالمغرب خلال شهر رمضان المبارك. وبالنسبة للمبادرة، كما تعلمون دائبت مؤسسة الشيخ زايد الأعمال الخيرية والإنسانية لمساعدة الأسر المتعففة في بلدنا المغرب الشقيق، وكذلك نشكر الجهات المعنية بالمملكة المغربية لدعمها اللوجستي في إيصال هذه الخفف الرمضانية إلى محتاجيها في كافة أنحاء المملكة المغربية.